يعني هل نتوقع أن ينجح برنامج السيد محمد شاه السوداني كما أشار السيد حسين طالب عندما قال أنها حكومة خدمات؟ يعني ألا تعتقد أنها ربما لن تكمل شهرها أو عامها الأول وستسقط كسابقاتها؟ يعني ذكرت أنا بحديثي قلت لك يعني أنه إذا كانت الحكومة حكومة تكنوقراط طبقة علمية مثقفة وزرائها يعني مشهود لهم بالنزاهة والعمل جيد يكون أنه راديكالي في موضوع التغيير الجذري، لكن لحد الآن لا أحد يعلم، ربما بعض التسريبات سربت يعني معلومات أنه بعض الوزراء سيدورون يعني نفسهم في الوزارات، وهذا حقيقة خطأ كبير قد يقع به يعني رئيس الوزراء المكلف، لأنه اليوم عملية تدوير الوزراء حقيقة ستضعف من الحكومة وأمام الشارع العراقي وأمام جمهور التيار الصدري حقيقة اللي خرج وطالب يعني بالتغيير، يعني حل البرلمان وإعادة الانتخابات، كذلك الإبقاء على قانون الانتخابات. هنالك مشاكل كثيرة حقيقة أمام هذه الحكومة، وحكومة قلت لك اليوم مهمتها صعبة جدا، يعني أكثر ما يتصورها أي سياسي أو محلل، لأنه اليوم المشاكل تراكمات الحكومات السابقة حكومة تصريف الأعمال والمشاكل اللي صادفتها بسبب تأخير تشكيل الحكومة وعدم إقرار موازنة وعدم صرف الأموال اليوم. لكن اللي ممكن ينجح هذه الحكومة وجود وفرة مالية لدى من قبل يعني حكومة السيد الكاظمي اللي هي 85 مليار أعتقد و 50 طن ذهب موجودة بالاحتياطي، هذه ممكن تساعد الحكومة في عملها في أن تنجز بعض الإنجازات بطريقة سريعة، إن كان هنالك رغبة في أن يكون الإصلاح حقيقي ويبدأ برؤية اقتصادية وسياسية جديدة ربما بها نظرة مستقبلية للواقع السياسي والاقتصادي العراقي اللي يشهد اليوم تراجع وتردي كبير حقيقي.